بين أسنان وفرشاة. صباح الخير أيتها الأسنان البيضاء. صباحك سعيد أيتها الفرشاة، ما حاجتك؟ كما ترين يا صديقتي، جئتك هذا الصباح مرفوقة بأخي معجون الأسنان لي. لكني ما دعوتك اليوم. لقد مضى على لقائي بك أسبوع كامل، فاشتقت إليك وقررت أن أزورك لأطمئن على حالك. اطمئني وهنئي يا أختي، فأنا على أحسن حال، وقد تعرفت في غيابك على زائرة جديدة تشغلني ولا تفارقني أبدا. يسعدني كثيرا أن أراها وأن أتعرف إليها، فأين هي؟ آسفة يا أختي، لا يمكنني الاستجابة لرغبتك هذه. ولماذا؟ صديقتي الجديدة سوسي تصر على أن تظل العلاقة بيني وبينها فحسب، لقد وجدت عندي الغذاء فتعلقت بي. هذا ما كنت أتوقعه؟ أراك تتمتمين وأسمعك تغمغمين بكلام لا أفهمه. أيتها الفرشاة، فهل أنت مستاءة من هذه الزائرة الجديدة؟ بل أنا خائفة منها عليك، وسوف لن أدعها تدمرك. أكتشف. أقرأ العنوان والقول الآتي ثم أجيب لأكتشف النص. القول: بل أنا خائفة منها عليك ولن أدعها تدمرك. من صاحب هذا القول؟ مما هو خائف؟ صاحب القول: الفرشاة، وهي خائفة من دمار السوسة في الأسنان. أتفاعل مع النص. لماذا زارت الفرشاة صديقاتها الأسنان؟ زارت الفرشاة صديقاتها الأسنان لأنها اشتاقت إليها وكي تطمئن على حالها. كيف استقبلت الأسنان الفرشاة؟ لماذا؟ أقرأ من النص ما يؤيد إجابتي. استقبلت الأسنان الفرشاة ببرود لأنها تعرفت على صديقة جديدة أثناء غيابها. اطمئني وهنئي يا أختي، فأنا على أحسن حال، وقد تعرفت في غيابك على زائرة جديدة تشغلني ولا تفارقني أبدا. أبدي رأيي. ما رأيك من موقف الأسنان من صديقتها الفرشاة؟ أعلل إجابتي. موقف الأسنان من صديقتها الفرشاة خاطئ، لأن الفرشاة هي المسؤولة الأولى على نظافة الأسنان وحمايتها.